الواحد بقاله كتير قوي بيلبس نفس اللبس ده. لازم نرجع وننتفض مرة تانية، صح؟ لازم نغير. السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر بومتك. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن انت ليه محتاج موقع الكتروني، انت ليه لازم يكون عندك موقع الكتروني. الموقع الالكتروني له اهميات كتيرة جدا، ومن اكبر اهمياته كانت في الفترة الاخيرة لما اليوتيوب قفل موضوع اختصار الروابط او لغى موضوع اختصار الروابط. ناس كتير بتشكك في الموضوع ده، ولكن انا عايزك انت تستخدم اختصار الروابط. يعني انت لو بدأت تستخدم اختصار الروابط شوف اللي هيحصل للقناة. حتى لو القناة ما حصلهاش حاجة، الناس نفسها بتتضايق، الناس بتعمل ابلاغات، الابلاغات اليوتيوب بقى بيبص على الابلاغات دي وبيركز فيها، فالابلاغات بتسبب في قفل القناة زي ما حصل مع قناة حوحو، زي ما حصل قناة حوحو القناة اللي 2 مليون ونص مشترك اتقفلت بسبب حاجات زي كده. فما تهزرش في الحاجات دي. اما اقول لك ان اختصار الروابط فيه مشاكل وبلاش تشتغل اختصار الروابط، بطل اختصار الروابط. انا نفسي كنت باخد فلوس من اختصار الروابط، دلوقتي بقيت ابطل اختصار. الموقع هيتيح ليك انك تقدر تختصر روابط براحتك. ازاي؟ عن طريق انك بتبدأ انك تحط مواقع اختصار الروابط دي في الموقع. عادي جدا، بتحط الموقع نفسه، رابط الموقع نفسه او رابط التدوينة نفسها في الوصف، والوصف ما بيبقاش مختصر، ولكن بتخش على اختصار الروابط نفسه وبتختصر الروابط اللي داخل الموقع. دي حاجة بيتيحها لك اليوتيوب وبيتيحها لك جوجل كبلاجر او كووردبريس او اي حاجة بيتيحها لك. مش هتلاقي اي مشاكل معاك لما تبدأ تحط اختصار الروابط جوه الموقع. وده حتى لو هتستخدم الموقع ده زي ما انا هعمل كده، انا هستخدم الموقع بتاعي كلاندنج بيج. هتبدأ بس لاندنج بيج كده تحط فيها اختصار الروابط او تحط فيها المواقع اللي انت عايز تجمعها في الوصف بس. مش لازم تكتب تدوينة كبيرة او حاجة، حاول تقول معظم اللي انت المفروض تكتبه في التدوينة حاول تقوله في القناة، اقصد يعني حاول تقوله في اليوتيوب، يعني حاول تقوله في الفيديو اللي انت هتعمله على اليوتيوب. بلاش تكتب تدوينة كبيرة، انت بس تكتب كلمتين ثلاثة بالعنوان وتحط الفيديو بتاعك وحط معاه مواقع الاختصار الروابط اللي انت او المواقع اللي انت هتحطها في اختصار الروابط. دي اول ميزه انا هستفيد منها لما هعمل موقع الكتروني او لما هركز في الموقع الالكتروني. طب تاني حاجه هي انك ممكن تكسب فلوس منه. انت ممكن تكسب فلوس من الموقع الالكتروني 3 اضعاف اليوتيوب. يعني اليوتيوب العادي بتظهر اعلان واحد بس، اما في الموقع الالكتروني ممكن تظهر اكتر من اعلان واكتر من شركه اعلانيه. تمام؟ يعني انت لو ما استخدمتش جوجل ادسنس واستخدمت ميلو ادز، هتستخدم ميلو ادز. جوجل ادسنس للاسف مش تقدر تستخدمه مع شركات تانية، لان جوجل ادسنس ما بتسمحش انك تستخدم اعلانات ادسنس مع شركات تانية او بتتضايق من الحوار ده. ولكن انت لما تستخدم ميلو ادز هتقدر انك تستخدم معاها اي شركه تانية انت عايزها، والشركه اللي هتستريح فيها تبدا تشتغل معاها او تشتغل مع شركتين مع بعض، 3 شركات مع بعض، زي ما انت عايز. تملى الموقع كله اعلانات، محدش هيقول لك حاجه. طول ما موضوعك حصري اعلانات هتجيلك والزوار هيجولك. طيب كده تمام لحد دلوقتي، كده هنقول لك نقطتين. النقطه الثالثه، الموقع الالكتروني ده هيكون بمثابه حاجه انت بتشهر نفسك بيها. طيب بمعنى انا دلوقتي مشهور على اليوتيوب، مش هنقول يعني مشهور اللي هو يعني ليا شخصيه في يوتيوب دلوقتي، عندي 10000 مشترك تقريبا يا رب يعني، ولكن انا ليا شخصيه في اليوتيوب. تمام، الموقع الالكتروني ده هيضيف على الشخصيه التريبل، ممكن اكتر كمان، هتضاعف شخصيتك دي اكتر من مره. ده من الموقع الالكتروني، شخصيه مش ربح ولا اي حاجه، لا شخصيه. هتضاعف شهرتك في جوجل لما الناس بتدور في جوجل على برنامج معين او على خبر معين او على اي حاجه. الخبر ده لو دور عليه على اليوتيوب مش هيلاقيه، لا هيلاقيه، ولكن الناس بتدور فين؟ الناس بتدور في جوجل. تمام، جوجل بتظهر لها ايه؟ بتظهر اول نتيجه بحث بتبقى موقع الكتروني، تاني نتيجه بحث موقع الكتروني، التالته او الرابعه ممكن تبقى فيديو. ده لو الحاجه اللي يعني اللي انت بتدور عليها دي نادره قوي وموجوده على اليوتيوب بتبقى موجوده في النتيجه التالته او الرابعه. تمام، ده لو نادره قوي، ولكن في المرتبه الاولى والثانيه دايما بيبقى موقع الكتروني، دايما بيبقى حد في موقع الكتروني. تمام، الخبر، البرنامج، لو انت عايز تحمل برامج، عايز تجيب اخبار، عايز تجيب افلام مسلسلات، عايز تجيب اي حاجه، بتبقى في اول نتيجه حتى لو هي حصريه على اليوتيوب برضو تبقى موجوده في موقع الكتروني. تمام، فاول حاجه انك هتستحوذ على حاجه اسمها جوجل رانك، او هتبقى عندك مكانه في جوجل رانك. تمام، لما يكون معاك موقع الكتروني، زائد ان الموقع الالكتروني ده هتبقى الارض اللي انت بتبني عليها مشروعك، الارض اللي انت بتبني عليها حياتك بعد كده. لو انت هتشتغل دايما في الانترنت، لو انت معاك موقع الكتروني انت ممكن تعمل مراجعه منتجات بدون ما يكون عندك قناه يوتيوب، ممكن تعمل حاجات كتير، هتزود من فرصك. لو انت طلبت من شركه معينه انا عايز اراجع منتجاتكم او عايز اعمل حاجه، هتزود من فرصك بشكل كبير جدا لما يكون عندك موقع الكتروني ترتيبه في اليكسا محترم. وزي ما قلنا الموقع الالكتروني هيصب في حاجات تانية. هيصب ازاي بقى؟ انك لما يكون عندك موقع الكتروني هتقدر انك
انك تزود مشتركاتك في يوتيوب، تزود لايكاتك على فيسبوك. الناس بيبقى من الصعب عليهم شويه، ما اعرفش ليه، بس بيبقى من الصعب عليهم، وده واضح يعني، ان هم ينزلوا في الوصف يلاقوا صفحتك على فيسبوك يخشوا يعملوا لايك. لا سهل عليهم في موقع الكتروني، هيبصوا بس كده هيلاقي لايك، ضغط عليها عملت لايك، تلاقي فولو على تويتر ضغط عليها عملت فولو، اد على فيسبوك ضغط عليها عملت اد على فيسبوك. الموضوع بيبقى سهل جدا في الموقع الالكتروني. سبسكرايب للشانل عملت سبسكرايب، اشترك في القائمه البلديه اشتركت في القائمه البلديه، كل الكلام ده بيحصل في اقل من 10 ثواني وبكل سهوله. يعني لو حد عايز يتابعك بتلاقي الدنيا دي كلها قدام. فالموضوع بيبقى سهل جدا في الموقع الالكتروني. زي الموقع الالكتروني برده فليكسبل جدا، تمام؟ زي ما قلت لك ممكن تستخدمه كلاندنج بيج بس، تمام؟ حاجه مرنه جدا تقدر تستخدمها كلاندنج بيج بس. يعني انت مثلا عايز تحط عليها موقع الاختصار رابط عشان تكسب فلوس من الاختصار رابط بس، وتحط عليها اعلانات مش اكتر من كده. ده لو انت بتستخدم يوتيوب بس، انت عايز تشتغل بقى في موقع الكتروني هتحط اعلانات وتحط اللي انت عايزه، وتبقى حاجه ممتازه جدا تقدر تستفيد بيها بالكام نقطه اللي انا قلتهم قبل كده. مش دي بس هي فوائد الموقع، في فوائد اكتر كتير، ولكن لو اقول على حد، مش هقول لك علمي، لا على حد علمي وعلى حد الحاجات اللي انا شايفها مهمه جدا. الموقع الالكتروني حاجه مهمه جدا يا شباب. انت لسه صغير في اليوتيوب، ابدا اعمل موقع الكتروني، حتى لو مش هتشتغل عليه ابدا حط فيه موقع اختصار رابط دلوقتي زي ما انا هعمل. انا مثلا مش فاضي خالص لموضوع الموقع الالكتروني، ولكن انا هبدا اشتغل اعمل موقع الكتروني بسبب، او انا عندي موقع الكتروني هتلاقيه اسفل الفيديو، خش عليه بص عليه بصه. يعني قلل ترتيب في اليكسا، لو قعدت 15 ثواني يعني تقلل ترتيب في اليكسا، فاكيد هستفيد جدا من الموضوع ده وهشكرك جدا عليه. فخش على الموقع الالكتروني بتاع اسفل الفيديو هتلاقيه فاضي ما فيهوش اي حاجه، تلاقي بس انا مرتب فيه بعض الحاجات وخلاص. ولكن الموقع ده هيبقى ان شاء الله فيه مقالات وفيه حاجات كتير هتبقى كويسه جدا، ولكن حاجات هتبقى في حد القناه بتاعه اليوتيوب. يعني هنشر على قناه اليوتيوب هتلاقيه في الموقع الالكتروني، وهتلاقيه في الفيسبوك، تمام؟ فهتلاقيه في موقع الكتروني كحاجه هعمل لها شير بس، وهتلاقي كل روابط الاختصار والحاجات دي هترجع مره تانية ولكن على الموقع الالكتروني. حاجه اخيره انا عايز اتكلم فيها، انا عايز اقول للناس على حوار موقع اختصار رابط، او ان انا ليه بحب اختصار رابط وعايزين نشتغل اختصار رابط. صدقني اختصار رابط كويسه جدا، وانا مثلا بكسب $30 او $20 في الشهر من اختصار رابط، مش رقم يعني. $30 و $20 دول ماخدهم من شركه واحده من اللي انا بعمل لهم اعلانات. ولكن انا بتكلم على ان فلوس اختصار رابط بتيجي مثلا تشتري دومين نيم، تعملها هديه مثلا لمتابعين، تعمل حاجه مهمه، تمام؟ يعني اختصار رابط مهم جدا بالنسبه لنا، زي ما مهم بالنسبه لناس كتير، وزي ما هو وحش المتابعين هو فعلا احنا بنزعل جدا من الموضوع ده. وان شاء الله اختصار رابط هيبقى عندي، هيبقى اختصار واحد بس على جيت سي ار ال باذن الله، ومش هيبقى اكتر من كده، تمام؟ فاتمنى كل الناس ما تزعلش، ومش هياخد من وقتك 5 أو 10 ثواني لحد ما تعمل اختصار بجيت سي ار ال، حاجه بسيطه يعني. يا شباب بس كده، اتمنى اكون طولت عليكم. انا مش عارف في الوقت كام اصلا، بس اتمنى اكون طولت عليكم. وقول لي رايك في الكومنتات تحت على الفيديو ده، وقول لي رايك في الموقع الالكتروني. لو عايز تضيف لي اي حاجه في الفيديو يعني في الكومنتات، لو عايز تضيف اي حاجه اضيفها في الموقع الالكتروني عشان لسه مش قوي في المواقع، عايز تخليني اعمل ازاي تقدر تعمل موقع الكتروني على ووردبريس على ويكس على بلوجر على اي حاجه انت عايزها، قول لي في الكومنتات. سيبش تعمل لايك للفيديو، ولو اول مره تشوف حلقات مستر بومتك اعمل سبسكرايب للقناه. وبس كده، شكرا عشان شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.